القصة اللي هحكيها لكم دي قصة حقيقية حصلت فعلا، ورواها الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله. رجل مسلم جات له رؤية انه يروح كنيسة ويسمع درس للقسيس هناك، وفعلا راح الكنيسة دي وسمع الدرس للقسيس، ولكن القسيس عرفه وقال في الدرس: يوجد بينكم رجل محمدي، اي مسلم، فاحضروه. فالرجل المسلم ده تعجب ووقف وقال له: كيف عرفتني؟ فقال له القسيس: سماهم على وجوههم. القسيس قال له: هسألك 21 سؤال، لو جاوبت عليهم هتطلع من هنا ومحدش هيكلمك، انما لو غلطت في سؤال واحد من 21 مش هتطلع من هنا على رجليك، يعني هنموتك. الرجل المسلم بكل ابتسامة وابتسامة ثقة قال له: اسأل. الرجل القسيس قال له: ما هو الواحد الذي لا ثانية له؟ وما هما الاثنتان اللتان لا ثالث لهما؟ وما هم الثلاثة الذين لا رابع لهم؟ وما هم الأربعة الذين لا خامس لهم؟ وما هم الخمسة الذين لا سادس لهم؟ وما هم الستة الذين لا سابع لهم؟ وما هم السبعة الذين لا ثامن لهم؟ وما هم الثمانية الذين لا تاسع لهم؟ وما هم التسعة الذين لا عشر لهم؟ وما هي العشرة التي تقبل الزيادة؟ وما هم الإحدى عشر الذين لا إثنة عشر لهم؟ وما هم الإثنة عشر الذين لا ثلاثة عشر لهم؟ وما هم الثلاثة عشر الذين لا رابعة عشر لهم؟ وما هو الشيء الذي يتنفس ولا روح فيه؟ وما هو القبر الذي مشى بصاحبه؟ ومن هم الذين كذبوا ودخلوا الجنة؟ وما هو الشيء الذي خلقه الله وأنكره؟ وما هي الأشياء التي خلقها الله بدون أب وأم؟ ومن هو المخلوق الذي من نار؟ ومن حفظ بالنار؟ ومن هلك بالنار؟ ومن الذي خلق من حجر وأهلك بالحجر وحفظ بالحجر؟ وما هي الشجرة التي لها 12 غصنة، في كل غصن 30 ورقة، وفي كل ورقة 5 ثمرات، 3 منها في الظل و2 في الشمس؟ هنا الرجل المسلم ابتسم ابتسامة الواثق بالله وسمى الله وقال: الله هو الواحد الذي لا ثاني له، والاثنان الذين لا ثالث لهما هما الليل والنهار، وجعلنا الليل والنهار آيتين، والثلاثة التي لا رابع لها هي أعذار موسى مع الخضر، إعطاب السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار، والأربعة الذين لا خامس لهم هم القرآن والإنجيل والتوراة والزبور، والخمسة التي لا سادس لهم هم الصلوات المفروضة الخمس على المسلمين، والستة التي لا سابع لها هي الأيام التي خلق الله فيها سبحانه وتعالى الكون، والسبعة التي لا ثامن لها هم السماوات السبع، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، والثمانية اللي لا تاسع لها هم حملة عرش الرحمن سبحانه وتعالى، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، والتسعة التي لا عاشر لها هي معجزات موسى عليه السلام: العصا، اليد، الطوفان، السنون، الضفادع، الدم، القمل، والجراد، وشق البحر. وأما العشرة التي تقبل الزيادة فهي الحسنات، من جاء بحسنة له 10 أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. والأحد عشر اللي لا ثاني عشر لهم هم إخوة يوسف عليه السلام، والإثنى عشر التي لا ثالث عشر لها هي معجزة موسى عليه السلام، وإذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، والثلاثة عشر الذين لا رابع عشرة لهم هم إخوة يوسف عليه السلام وأبيه وأمه. وأما الذي يتنفس ولا روح فيه فهو الصبح، والصبح إذا تنفس. وأما القبر الذي مشى بصاحبه أو سار بصاحبه هو حوت سيدنا يونس عليه السلام. وأما الذين كذبوا ودخلوا الجنة هم إخوة يوسف عليه السلام. والشيء الذي خلقه الله وأنكره هو صوت الحمار، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وأما ما خلق وليس له أب ولا أم هو سيدنا آدم عليه السلام، وناقد سيدنا صالح، وكبش الفداء والملائكة، وحية سيدنا موسى. وأما من خلق من النار فهو إبليس، ومن هلك بالنار فهو أبو لهب، ومن حفظ بالنار هو إبراهيم عليه السلام. وأما من خلق من الحجر فهي ناقد سيدنا صالح، ومن هلك بالحجر هم أصحاب الفيل، ومن حفظ بالحجر هم أهل الكهف. والشجرة هي التي لها 12 غصنا، اللي هي السنة لها 12 شهرا، والثلاثين ورقة هي الشهر فيه 30 يوم، والخمس ثمرات هم الصلوات الخمس، 2 منهم في النهار هم الظهر والعصر، و3 في الليل هم المغرب والعشاء والفجر. وده كان رد المسلم، فاستعجب القسيس والحضور، ولكن القسيس والحضور هنا كلهم تفاجئوا بسؤال واحد من المسلم، وهو: ما هو مفتاح الجنة؟ وهنا لم يستطع القسيس أن يجيب، ولكن بعد إلحاح من الجميع قالوا له: سألت 21 سؤال
ورد عليك وجاوبك وما غلطش ولا سؤال. انت سألك سؤال واحد ازاي ما عرفتش ترد؟ القسيس قال لهم والله اعلم الاجابة ولكني اخاف ان تغضبون علي، فادوله الامان. فقال مفتاح الجنة اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلوا عليه. فاسلم القسيس ومن معه في قلب الكنيسة. شايفين الثقة بالله بتعمل ايه؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بعدها الكنيسة اتقلبت لمسجد وبقى الناس يعبدوا فيه ربنا سبحانه وتعالى. القصة دي رواها الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله، علشان كده بقول لهم قصة حقيقية. لو عجبتكم واول مرة تعرفوها بالله عليكم اشتركوا في قناتي على اليوتيوب وفعلوا زر الجرس واستنوا اجمل القصص والحكايات.